وقوه شعب لبنان. نجم حسام جنيد، انا بدي احكي فيك عبر موقع الفن. اليوم احيت حفل روعه وكمان بمشاركه النجم نادر الاتات من تنظيم بوس برودكشن. هذا الاخ حبيبي حبيبي حبيبي، لي الشرف كون متواجد بلبنان بعد غياب طويل بمعيه الحبيب شلهوب البوس برودكشن. ان شاء الله اللي جايت اكثر من الراحات ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. اليوم كيف لقيت تفاعل الجمهور معك؟ يعني احنا كنا عم نشوف هيصوا كتير، رددوا الاغاني وسمعنا غنات كمان لغيرك. شفت من العرق اللي انا موجود، لازم تعرف التفاعل اللي جوا. الحمد لله 1000 شخص سكرنا ان شاء الله يا رب. بشكرهم طبعا، هي المحبه بحطها على راسي من فوق وبقدرها اكيد. ان شاء الله اقدر اعطيهم اللي بالايام الجايه ان شاء الله. استاذ شلهوب صاحب بوس برودكشن، اليوم انت منظم هالحفله، شو بتقول لحسام جنيد ولا نادر الأتات؟ حسام اخ، هذا مدرسه، ابو وطن، الاخ الكبير، ابو وطن، غيبته هلا رجعته اقوى باذن الله. باذن الله بتعدنا كمان بالايام المقبله. عامل شيء كثير قوي، اسمع مني، عامل شغلات كبيره ونادر كمان خينا الكبير طبعا. نادر اكيد، نادر الأتات ابو علي خينا الكبير، حبيب قلبنا حبيب اكيد. طيب حسام، خلينا نحكي شوي عن مشاريعك المقبلة، شو بدك تعمل؟ مشاريع المقبلة الأغاني طبعا، لحتى يهدى الوضع اللي أنت شايفه بالجنوب ولبنان. احنا بنحترم هذا الشيء أكيد، لأنه نحن سوريا ولبنان هي واحد، الدم واحد إن شاء الله. بس يهدى الوضع واحتراما لإلهم رح نزل أغاني ونرجع نشاطاتنا أقوى من هيك إن شاء الله. كونك اليوم الحفل عم يجمعك بين نجم نادر الأتات، شو أكتر غنية بتحب له يا لنادر؟ كل أغاني نادر حلوة، وشو ما غنى أبو علي طيب شو ما غنى. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفان.com، وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.